صباح الخير عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم طالع بدون ثوب، مو معناته اني طالع مسلوخ، لا معناته طالع لابس. اليوم راح اتكلم عن البرنامج ميني يوتيوب. برنامج الميني يوتيوب هذا هو برنامج بسيط، حبيت اني اشرحه واتكلم عنه لانه فيه امكانيات معينه الكثير يبحث عنها، من ضمنها للتحميل من اليوتيوب. تمام، عن نفسي انبسطت مو بموضوع التحميل من اليوتيوب لاني من زمان احمل تمام، لا شو اسمه، فيه إمكانية إنه تشغل اليوتيوب على سطح المكتب بدون ما تروح اليوتيوب وبدون مشغل فلاش. أعتقد إنه يستخدم HTML5، مو متأكد، لا حد يأخذ على كلامي، ابحث وتأكد. تمام، البرنامج زي ما قلت لكم يدعم التحميل، يدعم المشاهدة، فيه إمكانيات ضخمة وكبيرة جدا. بدون ما أثرثر عليكم خلونا ندخل على البرنامج ونشوف موضوع. أوكي، بالنسبة لي التحميل تمام، هذا هو موجود هنا على طبعا بالمنت، عفوا مو بالمنت، بالديبيان ستيبل غير موجود تمام، نظرا البرنامج يعتبر انستيبل حد الان، لكنه زين انا جربته ما في مشاكل. طبعا موجود باصدار جيسي تمام، لو ضغطت على جيسي على الديبيان راح تنزل تحت اخر شيء تحصل المعماريات، اختر المعماريه اللي تناسبك. هنا 32 او 64. بالنسبه لاوبن زوزا، الاوبن زوزا برضو شفت موقع حقهم موجود، هذا هو الميني تيوب تمام. راح تحمله من هنا اذا كانت ستارتك 12.3 او الى اخره، اضغط على شو انستابل وبعدين اوكي، بعدين وان كليك انستول وراح يحمل لك اللي هذي. بالنسبه للفيدرا، وهذه الفيدرا يسلمكم، فيه اكثر من حزمه تمام، بس ما ادري 32 موجود ولا لا. عموما هو موجود الفيدرا، لو بحثت بنفس المتصفح حق الفيدرا، عفوا على مدير الحزم حق الفيدرا تحصل ان شاء الله، او موقع الحزم حق الفيدرا. بالنسبه لطريقه تثبيت الحزمه، مو بهذا درسنا، تحت فيه دروس وطرق تثبيت الحزام تمام. اليوم خلونا ندخل على البرنامج. طبعا بعد تثبيت البرنامج اكيد راح تحصله مع برامج الانترنت او ملتي ميديا، ولا صح ملتي ميديا. اوكي، هذا الملتي ميديا عندي، هذا الميني تيوب. اوكي، لو فتحنا الميني تيوب الحين راح نشوف انه هذا هو برنامجنا. البرنامج زي ما انتم شايفين بسيط جدا شكله. نبدا اول شيء بالشكل العام، من هنا مجرد قوائم تمام، راح نتابع القوائم هذه. من تحت هذا الصيغه التشغيل المفضله عندك، هل تحب 360 720 1080؟ طبعا على حسب سرعه اتصالك، كل ما زادت هذه زادت الدقه لكن زاد حجم الفيديو تمام. خلونا ناخذ 360. بالنسبه للبحث هنا، بحث بالكلمات المفتاحيه او بالقنوات تمام. خلينا نبحث بالكلمات المفتاحيه ونكتب جنو لينكس علشان ما نبلش يجينا واحد حقيقي جنو لينكس تمام. انا شوف شاهي زي ما انتم شايفين، ممكن تشغل الفيديو بالضغط عليه بالشكل هذا، تضغط على الصوره نفسها ويشغل لك الفيديو. طبعا راح يعطيك بالبدايه بعض الوصف، السلام عليكم ورحمه الله، يعطيك وصف بالبدايه زي ما انت شايف، وبعدين راح يجيك اللي هو الفيديو نفسه. طبعا التشغيل من هنا، الله اكبر، الايقاف لو سويت ايقاف راح يرجعك على البحث. اوكي، فممكن تسوي واتش اجين، وبعدين في عندك شغلات كثيره صراحه ممكن تسويها، لكن خلونا مثلا على سبيل المثال نشاهد الفيديو هذا مثلا. اوكي، على بال ما يحمل زي ما قلت لكم يطلع هنا وصف الفيديو، ثم طبعا مو بتحميل كامل، مجرد تحميل مؤقت بسيط عشان يبدا يشتغل. طيب طبعا هنا ممكن تبحث ايضا مره ثانيه. اوكي، من هنا طبعا الصغيره متغيره، اللي همك تعرفه انه نبدا من هنا الابلكيشن. الان لو ضغطنا على ستوب مثلا راح تلاحظ انه هنا محفوظ عندي الكيوردز تمام. اذا حاب انك تمسح الكيوردز الخاصه بك، طبعا كيوردز اللي كلمات البحث، طبعا في ميزه انك بدل ما تاكد مره ثانيه تضغط على الكلمه ثم يبحث تمام. اذا حاب تمسح الشغله هذه اضغط على ابلكيشن كلير ريسنت سيرشز، خلاص الان مسح هذه. بالنسبه للبلاي باك تمام، البلاي باك لها علاقه بالتشغيل نفسه. فلو شغلنا الفيديو على سبيل المثال، يلا جرب، وين شكلي وانا صغير؟ احس اني صغير بالفيديو هذا ما ادري ليش. اوكي، بلاي باك لها علاقه بالتشغيل، تشغيل ايقاف. طبعا فيه تشغيل القوائم تمام، بحيث انه اذا كان عند قائمه تشغيل يبقى مشغل، لو حطيت علامه صح راح يوقف بعد ما يشغل الفيديو هذا. في عندك سكيب انك تقفز الفيديو هذا تروح للي بعده، وفي عندك ايش بعد، بريفيوس يرجع اللي قبله تمام. طبعا في ميزه الخصائص زي ما انت شايف، طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبيعي جدا انك لو بيثري، طبيعي جدا لو كنت تستخدم المشغل ما راح تجي وتضغط هنا، الافضل التعامل مع الاختصارات. فلو كنترول كنترول رايت، اي كنترول رايت اللي هو زر يمين زي ما انت شايف، زر يسار، شغلات صراحه جميله جدا موجوده بالبرنامج هذا. هذا بالنسبه للبلاي باك. طبعا نسوي باز شوي، الان نجي ندخل، والله شكلي صغير انا بالفيديو هذا بعد. المهم مانولي ستارت
playing. هذا يعني انه ما راح يبدا يشتغل تلقائيا. انت ما شايف انه بضغط على الفيديو يشتغل تلقائي، لو حطيت علامه صح هنا ما راح يشتغل تلقائي. نجي هنا البلاي ليست. بالنسبه للبلاي ليست ممكن تتحكم بالبلاي ليست الموجوده، تسوي لها ريموف اذا تبي تمسحها لقائمه التشغيل، موف اب ترفع او تنزل تحت على حسب. هنا ريفاين سيرش، هذه حركه جميله، وضع على ريفاين سيرش هنا راح يعطيك ترتيب على حسب ايش، تاريخ او حسب المرات المشاهده او حسب التقييم. طبعا هنا التاريخ عفوا، تمام. هم هنا الفيديو، هل هو تبي يكون تبحث عن فيديو قصير، فيديو متوسط، فيديو طويل، الجوده هل تبي جوده عاليه او عاديه. هنا رحنا الفيديو نفسه، ريليتد فيديوز راح يعطيك فيديوهات مشابهه للفيديو هذا. فايند فيديوز بارتس، هنا راح يعطيك عفوا فيديو بارتس، اذا كان الفيديو زي ما تقول فيديو واحد، فيديو اثنين، فيديو ثلاثه، فيديو اربعه، راح يعطيك اياهم بالترتيب لو ضغطت على فايند هذه. اوبن يوتيوب بيج، لو ضغطت هنا راح يوديك على صفحه اليوتيوب نفسه. داونلود، وهنا اللي احنا نبيه، لو ضغطت على الداونلود هنا لاحظ انه في عندك هنا شغله اللي هي حقت الداونلود، لو ضغطت عليها راح تشوف انه بدا التحميل. اوكي، طبعا راح يحمل لك اياها بالصيغه اللي انت اخترت اللي هي 360، وتلقائيا راح يكون موجود عندك بالهوم بصيغه ام بي 4. اذا حاب تحوله من ام بي 4 ل ام بي 3 او الى اخره، في تحت برنامج اسمه اف اف مالتي، شرحته قبل، راح يعلمك او راح يمكنك بالشغله دي. اذا حاب توقف التحميل اضغط عليه اكس ووقف، تمام. ممكن تضغط على هذه عشان يثبت من جديد او يحمل من جديد. طيب احنا راح نسوي ستوب على اي حال، تمام، وراح نرجع للموضوع مره ثانيه اللي هذه. الان في عندنا خلصنا الفيو، احنا لا في عندك فيو فول سكرين. لو ضغطنا على فول سكرين، وهذا شيء جميل جدا، انا بالنسبه لي استخدم جناش، اوكي، اللي هو مشغل الفلاش الحر، تمام. احيانا الاحظ بعض الفيديوهات اذا كبرته يصير في تقطيع، هنا لا، هنا لو كبرته ما يصير في تقطيع. كومباكت مود، الفائده منه هو انه يصغر النافذه على حجم الفيديو، بحيث انك كان تقدر تعطي النافذه الحجم اللي تبي بالمكان اللي تبي بدون ما يطلع على الشغلات الثانيه. لكن كيف ترجع؟ اضغط على كنترول شيفت سي ثم راح ترجع مره ثانيه. طيب طبعا هذه فلوت اون توب، الفائده منها انه يترك البرنامج فوق النوافذ، تمام. بشكل عام اذا حطيت كومباكت مود راح يكون فوق النوافذ. شير، وهي اخر شيء راح نتكلم عنها تقريبا، اللي هي كوبي ذا يوتيوب لينك. لو ضغطت هنا كوبي ذا يوتيوب لينك راح يعطيك نسخه من الرابط بحيث انك تعطيه غيرك. لو ضغطت على تويتر راح يمكنك او يوصلك لتويتر، بحيث انك طبعا راح تفتح متصفح ثم تسوي تويت بالتويتر او بالفيسبوك او بالوفر او عن طريق الايميل. بالنهايه في عندك هيلب، تمام، ضغطت على الويب سايت، فتحت الويب سايت، ميك ا دونيشن. صرت افكر صراحه اسوي دونيشن لهم، اللي هي تبرع، تمام. ريبورت ان ايشو، اذا عندك مشكله ممكن تضغط عليه هنا. اباوت، هنا راح يعطيك بعض الاشياء عن الشغله هذه. خلونا نشوف ايش الموضوع. ذا ليز لايف اوتسايد ذا براوزر، اوكي، حلو جميل. فيرجن ميني تيوب از فري سوفت وير بوت ات از ديفلوبمنت تيك سبيشس تايم بليز دونيت تو سبورت ذا كونتينيود ديفلوبمنت اوف ميني تيوب يو ماي وونت تو تراي ماي اذر ابس از ويل. اوكي، ميوزك تيوب، ميوزك بلاير، ميوزك، ما ادري هذا وشو، تمام، مسكي ما ادري، ميوزك بلاير. ترانسليت يوتيوب تو يور نيتيف لانجويج يوزنج ترانسفكس، تمام. هذه اللي حاب يترجم يجي هنا يترجم ذي، ممكن نشوف بعدين موضوع الترجمه. عموما اللي بيترجم يضغط هنا. ايكون ديزايند، هذا المصمم حق الايقونات. الرخصه جينو جنرال بابليك لايسنس، هذا يعني انه حر البرنامج. طيب انتهى الشرح، نشوفكم ان شاء الله في دروس قادمة. طبعا الدرس اكيد انه مفيد للبعض، والبعض الاخر يجد ان الدرس هذا ما له فائدة. عن نفسي استفدت كثير من البرنامج هذا، استمتعوا في امان الله. على فكرة قبل اخلص، بالنسبة لوينتو واللينكس مينت 15 موجود البرنامج هذا بمستودعاته. باي باي.